روى الترمذي وابو داود والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنه قال: يا جبريل اذهب فانظر اليها. فذهب جبريل فنظر اليها ثم جاء فقال: اي رب وعزتك، لا يسمع بها احد الا دخلها. ثم حفها من مكانه ثم قال: اذهب فانظر اليها. فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال: اي رب وعزتك، اخاف الا يدخلها احد. ولما خلق النار قال: يا جبريل اذهب فانظر اليها. فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال: اي رب وعزتك، لا يسمع بها احد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر اليها. فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال: اي رب وعزتك، اخشى الا ينجو منها احد. اذن فهناك طريقان لا ثالث لهما، ومبلغان لا ثالث لهما كذلك: طريق وعر صعب ليس معبدا مليء بالمكاره، ولكن منتهاه الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، وطريق آخر سهلا ومعبدا مليء بكل ما يشتهيه الإنسان وما تطيب له نفسه، ولكن منتهاه كذلك البقاء في دار النار والعياذ بالله، والبوء بسخط الله عز وجل والخيبة والخسران. أيها الأحباب، إن كنا قد تحدثنا فيما سبق عن العدو الأول الأزلي للإنسان وهو الشيطان، وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن كيده ضعيف، فإن هناك عدو أشد وأخطر على الإنسان من الشيطان إن لم يلتفت الإنسان إليه وإن لم يدرك حقيقته. ذلكم العدو هو نفس الإنسان، نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس التي جبلت على حب الشهوات وحب الملذات. ولعل سائل يسأل: لماذا أودع الله عز وجل فيها الحب للشهوات والملذات وما إلى ذلك؟ نقول أنها من حكمة الله تبارك وتعالى حفظا لنوع الإنسان وعمارة لهذا الكون. خلق الله عز وجل هذه النفس وأودع فيها ما ذكرنا، فهذه النفس إما أن تكون سببا في فلاح الإنسان ونجاحه، وإما أن تكون والعياذ بالله سببا في خيبته وخسرانه. فمن كبح جناحها وألجم زمامها كان من الناجين والفائزين بالفلاح يوم القيامة، ومن أسرف على نفسه وسار خلفها واتبعها دون وعي وإدراك ساقته إلى المهالك والعياذ بالله. الله عز وجل قال في قرآنه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي أنها ألهمت معرفة الخير والشر، فهي تعرف حقا إذا ما وقعت في الخطأ أن هذا خطأ، كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك: وهديناه النجدين، أي دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. يعلم الإنسان تمام العلم إذا ما وقع في الخطأ، حتى وإن خدع الناس كلها فهو يعلم حقيقة ما وقع فيه، كما قال الحق:
الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك أو في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله عز وجل قد أعطى المسلمين في صدر الإسلام الأول درساً قاسياً ليتعلموا من غزوة أحد وما لحقهم بها من هزيمة. فقال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء هم جيل الوحي وقد كانت نفوسهم أطيب نفوس، ومع ذلك بسبب تنازعهم وفشلهم وعصيانهم أذاقهم الله عز وجل وعلمهم هذا الدرس حتى يتعلموا أن ناموس الله لا يتغير ولا يتبدل ولا يحابي أحدا في هذا الكون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن كان هؤلاء وهم الرعيل الأول وقد لحق بهم ما لحق من هزيمة، فما بالنا نحن المسلمين وأمتنا تذوق الويلات والنكبات من هنا وهناك. وقد باتت نفوس المسلمين والعياذ بالله على أخبث ما يكون من النفوس. والله عز وجل يقول: قل هو من عند أنفسكم. فإذا أراد المسلمون لأمتهم عزة ولدينهم كرامة فلا بد أن يعودوا إلى ما كان عليه سلفهم الأول، هذا على المستوى الجماعي وعلى المستوى العام. أما عمل على المستوى الفردي كذلك، فإنك تجد الكثير من الناس الآن يشكو من الكآبة والحيرة والقلق والأمراض النفسية ومنغصات الحياة، وكذلك تراه لا يصلي وبعيد عن الله عز وجل تمام البعد. والله يقول: قل هو من عند أنفسكم. ولو نظر في كتاب الله تبارك وتعالى لوجد ضالته، ولعلم أن العلاج وأن السعادة الحقيقية في أن يكون على وفق منهاج الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا أراد الإنسان كذلك أن يعيش في سلام وفي سعادة حقيقية في هذه الحياة الدنيا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة، لا بد من تربية هذه النفس ولا بد من تزكيتها وإصلاحها والسعي للسمو بها والرقي بها لأن تكون على أفضل ما تكون النفوس. لا بد أن ينظر الإنسان في نفسه وأن يقيم نفسه وفق شرع الله تبارك وتعالى ووفق ما قال الله عز وجل في قرآنه، ولينظر في نفسه أي النفوس نفسه. الله عز وجل قد أشار إلى ثلاثة أنفس في القرآن الكريم: فأما أدناها وأخبثها فهي النفس الأمارة بالسوء، لا تأمر صاحبها إلا بالشهوات والملذات وبكل شر والعياذ بالله. وقد أشار الله عز وجل إليها لما قال: إن النفس لأمارة بالسوء وأمارة وليست آمرة، لكثرة ما تأمر به من الخبث والكيد والمكر وما يغضب الله سبحانه وتعالى، إلا أن تدركها رحمة الله تبارك وتعالى. هذه هي أدنى النفوس وأخبثها كما أشار القرآن. ونفس أخرى هي بين وبين
يرتكب صاحبها أحيانا المعصية فتلومه على فعلها وتوبخه على ما فعل، وقد أقسم الله عز وجل بها في قرآنه وسماها النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقد تكلم الحسن البصري عن هاتين النفسين وقال فيهما: إنك تجد المؤمن أبدا يلوم نفسه ويحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي، وإن الفاجر يمضي قدما أبدا ما يعاتب نفسه. وأما النفس الثالثة فهي نفس سمت وارتقت وتعالت عن كل شهوات الدنيا وملذاتها، فصارت مشغولة بذكر الله عز وجل عن كل ما يصرف إلى ما سواه، وهي النفس المطمئنة التي أشار الحق لها في قرآنه كذلك وقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه هي النفوس التي أشار الله عز وجل إليها في قرآنه، وقد تصيب الإنسان نفسه، تصيب ذات الإنسان، فتارة تكون نفسه أمارة بالسوء وتارة تصير نفسه لوامة. فإذا أراد الله عز وجل به خيرا ارتقت نفسه وصارت نفسا مطمئنة. والكيس هو الذي أن يحاول أن يرقى من حمأة النفس الأمارة بالسوء إلى معاتبة ولوم النفس اللوامة، ثم يرقى بعد ذلك إلى طمأنينة النفس المطمئنة. إذا أراد المسلم أن يربي نفسه وأن يصلح نفسه لا بد وأن ينظر في نفسه أولا ويرى أي النفوس نفسه من هذه النفوس التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. هذه هي الخطوة الأولى في الإصلاح، فإذا وجد فيها صفة غالبة على نفسه فنفسه تميل إلى هذا الجانب أو إلى هذا الاتجاه. وأما الخطوة الثانية التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان في محاولته لإصلاح نفسه وتربيتها وتزكيتها، هو أن يتعرف على عيوب نفسه، يحاول أن يكتشف عيوب نفسه، فإذا عرف الداء عرف الدواء. إن عمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة كان يقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. وكان يذهب إلى كاتم سر رسول الله حذيفة بن اليمان وهو يعلم أسماء المنافقين ويجلس عنده باكيا ويقول: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. هذا عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يحاول أن يتعرف على عيوب نفسه لكي يتجنبها. وكان محمد بن كعب القرظي يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا جعله على ثلاث خصال، إذا أراد الله بعبد خيرا جعله على ثلاث خصال: فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه. فقها في الدين، وزهادة في الدنيا، وبصرا بعيوبه، لكي يتعرف الإنسان على ما في نفسه فيحاول أن يغيره وأن يربي نفسه على خلاف ما فيها من صفات ذميمة والعياذ بالله. كيف يتعرف الإنسان على عيوب نفسه؟ هناك بعض الأمور التي بها يتعرف الإنسان على عيوب نفسه، وأولها العلم والنظر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نظر فيهما علم القبيح والذميم وعلم الحسن والطيب، وينظر في نفسه كذلك.
هذه هي أول الوسائل نظرا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما الوسيلة الثانية فهي أخ ناصح شفيق بأخيه، أخ ينصح أخاه بما يرضي الله تبارك وتعالى، ينصحه بصدق، وكان أحد الصالحين يقول: عرفني بعيوبي في وجهي، عرفني بعيوبي في وجهي، فإن المرء لا ينصح أخاه إذا لم يخبره بعيوبه في وجهه. يبقى إذن لابد أن يتخذ الإنسان صديقا أو أخا مؤتمنا يخبره بعيوبه بصدق وبحق. وكان كذلك محمد بن واسع يقول: لا آسى على الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا عوجدت قومني، صاحب إذا عوجدت قومني، وصلاة في جماعة يرفع عني سهوها وأفوز بفضلها. هذه هي الثانية. وأما الثالثة فقوت أقتات به ليس لله، ليس لأحد فيه علي منا ولا لله علي فيه تبعة، أي أكل من حلال في قصد وليس في إصرار. لا آسى على الدنيا إلا على هذه الثلاث. هذه هي الوسيلة الثانية التي بها يتعرف الإنسان على عيوبه. وأما الوسيلة الثالثة فهي أعداؤك، أنصت إلى ما يقول أعداؤك جيدا، فإن أعداءك يتلمسون عيوبك، واعلم ماذا يقولون وحاول أن تتجنب. هذه من الوسائل التي يبصر بها الإنسان عيوبه. أما آخر هذه الوسائل فأن تنظر فيما قد تلوم الناس فيه من معايش وأعمال ومكاسب تلومهم عليه، فحاول أن تتجنب فعل هذا الأمر. هذه وسائل يتعرف بها الإنسان على عيوبه، وهذه هي الخطوة الثانية التي يحاول بها الإنسان إصلاح نفسه. أما الخطوة الثالثة إذا أراد أن يربي نفسه ويزكيها، أن يحاول أن يجاهد نفسه ما استطاع في تجنب كل ما هو ذميم من الأخلاق، يجاهد نفسه. وما أكثر الأخلاق الذميمة التي كثرت في زماننا كذلك في هذه الأيام، فالحقد والحسد والكبر والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى وعدم القبول بالحق إذا ما نصحنا أحد بالعودة إليه، هذه من الصفات الذميمة. لا بد أن يحاول الإنسان أن يجاهد نفسه في تجنب هذه الصفات الذميمة. وكيف يكون ذلك؟ بأن يعلم تمام العلم وأن يوقن بأن هذه الصفات إذا ما استمر عليها ستكون حائلا بينه وبين أن يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنته، وبذلك يحاول أن يساعد نفسه في أن يتجنب هذه الأخلاق. ومثال على ذلك أيضا، قد يهم الإنسان بالإنفاق في أي وجه من أوجه الخير كعون لفقير أو مسكين أو أي باب من أبواب الخير، فإذا ما هم بالإنفاق فإذا بنفسه تحدثه وتتلمس إليه المعاذير والحجج وتقول أنه في حاجة للمال وكذا وكذا، حتى تمسك يده عن الإنفاق في سبيل الله. وقس على ذلك في كل باب من أبواب الخير قد يهم الإنسان به فتوقفه نفسه وتكون حائلة في أن يتخلق بخلق طيب. إذن لابد وأن يجاهد الإنسان نفسه
في تجنب كل ما هو مذموم من هذه الصفات. أما الخطوة الرابعة فهي محاولة التحلي بالصفات المحمودة كالحلم والشجاعة والكرم وما إلى ذلك. ولن يتأتى هذا الأمر أيضا للإنسان بمجرد قراءة موضوع أو كتاب أو كلمة عن ما يريد أن يتعلمه، إنما يتعلم الإنسان ويتخلق بهذه الأخلاق بأن يدرب نفسه عليها.